رجعنا 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 مع عبدلي رجعنا مع عبدلي شوي تايم متطور نتعداو للربح مع جو تها كويز مع تها فواياج. قبل ما نتعداو السؤال الجديد مع حمدي حدا نشوفوا شكون ربح سؤال الجمعة اللي فات اللي هو كانت الإجابة متاعو تبرقة. نستقبلوا بعضنا بثينة النوالي. مرحبا بك بثينة، مباشرة أنا وياك في التلفزة. مرحبا. كنت قد منا روحك منين وكيفاش قصرت العملية هذه؟ مدام بثينة النوالي من تونس، شاركت انسكريبسيون على الباج فيسبوك نتاع تاع فواياج. ولا تلقى روحك ربحت؟ كلموني. كلموك قالوا لك ربحت، إجا باش تعدى مع لطفي العبدلي، قلت لهم نتعدى نورمال. باهي. تعرف الحكاية. دور العجلة وين توقف صح عليك. إن شاء الله. شفت القلب بتاع سان فالونتان؟ فوالا. بسم الله. مبروك عليك بون داشا، بون داشا ب 500 دينار من اداء تاع فواياج. ميرسي مدام بثينة. وانتوما كان تحبوا تربحوا كيما مدام بثينة هنا تجيو تهزوا بون داشا ولا تاخذوا فواياج ولا ويكاند في تونس ولا في اوتيل، تبعوا حمدي حدش باش يقول لكم واسمو السؤال وجاوبوا عليه. انا نستنى فيكم في بيرواي. عسلامة ناس الكل ومرحبا بكم. اليوم مع تاع فواياج نمشيو للخليج. هذه مدينة نوجع عليها تكونت في الصحراء، تولد فيها أكبر تور في العالم برج خليفة، فيها زادة برج العرب وفيها أكبر مول إميريتس مول. زعما أنا وين؟ زعما أنا وين يا حمدي حدا؟ السؤال بتاعك ساهل برشا، ذي الناس الكل ينجموا يجاوبوا عليها. دونك انتوما اللي قاعدين تتفرجوا تحبوا تربحوا ساهل ياسر، ادخلوا على الباج فيسبوك تاع فواياج تونيزي، جاوبوا صحيح على الفيديو، قيدوا رواحكم وبارتاجيوها. تنجم تلقى روحك الخميس الجاي موجود معانا هنا وتختار وتلعب الرود لا فورتين وتربح واحد من اللي كادو الاوفير بار تاها فواياج. وتوا تعرفوش شكون اول اجونس خدمت على دي جروب على اسطنبول، وتعرفوش اكبر اجونس في تونس خدمت على تركيا، وتعرفوش الاجونس الوحيده اللي عندها دي اسيستون توينس ريزيدون على طول العام في تركيا، بالطبيعه هي تاها فواياج. ولا بروف هاي بجنبي هنا، تاها فواياج تربح ان تروفي انترناسيونال Meilleur vendeur de voyage organisé en Turquie. مبروك تاع فواياج، برافو. الخدمة تجيب. علاش هذا الكل؟ على خاطرها تأمل لي لاسيستونس أهم حاجة في لي فواياج أورغانيزي. شكون سافر لبلاد وعرف كل شيء وحده من الأول؟ حتى كان سافروا مرتين ولا أكثر يقعدوا لي زاسيستون تاع تاها فواياج بخبرتهم وبحبهم لخدمتهم يرشدوكم ويدلوكم ويوريوكم لي بون بلون. مالا سافروا لاسطنبول مع تاها فواياج وشيخوا بالشوبينغ وعملوا جو بالثلج في بورصه، والرحلات كل نهار ثلاثه من مطار تونس كرتاج، وحتى بروجرامات سلاعه مارس تلقاوهم من توا على تاها فواياج بوان كوم. هذاك تاها فواياج فوزيت اسيستي باغتو او فو فواياجي. شكرا تاها فواياج ومبروك انكور لو تروفي. رجعنا مع عبدلي، رجعنا مع عبدلي شو تايم. نحب نقول لكم اونكور اون فوا جويو سان فالونتان، عيد الحب مبروك ومبارك عليكم. كوغ هذيك اللي
وفي سان فالنتان هذا كما تعرفوا قلت لكم اليوم اخر ديلي باش تربحوا الكهرباء هذيا اليونداي اي 20 توت اوبسيون 5 سنين غارانتي. اليوم اخر نهار تنجم تفوتي وتبعث ميساج باش تربح الكهرباء، معناها الجمعه الجايه باش يجي عادل المنفذ، الحلقه الجايه باش يجي عادل المنفذ ويخرج الكهرباء هذيا تخرج من هنا نطلبوا مولاها ما نعرفوش شكون باش يتيح عليها. تنجم تتيح عندك انت الحكايه اللي انت تو باش تبعث لنا حرف ا على 85 899 واخر فوت ليله نص الليل اخر وقت نجموا تبعثوا فيه دونك ينجم انت باش تربح الكهرباء هذيا. بعد كي تخرج كهرباء تجي كهرباء اخرى ديما الربح في عبدلي شو تايم. وتوا باش نستقبلوا بطريقتنا وبطريقه كبري باند اهو الضيف نتاعنا تفضل اهو. اذا حضرات الساده الافاضل نستقبل معهم بكل حب نجما فريدا من نوعه نجما مثيرا للجدل الايجابي هو فنان بلا حدود إلينا وإليكم الغجري النرجسي الصوت السلسال منير الطرودي. من اللي كنا ثوار رجال حرار لنخاف الثلج ولا النار لنخاف الثلج ولا النار دحنينا الروس يدينا القهار لا الحصن صببت لعفزنا ولا بعنا مر السمسار مشينا على الحص حاص حملنا ونكينا شوكوم صمار ولا رقدنا لحظة ولا نعسنا ولا غفلنا ليل ولا نغار اشتحنا مرة ولا رقصنا مع الطبالة والزكار ولا بيعنا ولا نشدنا ولا قبضنا قور ودينار ولا رخصة لواج طلبنا لهنا شر لكسبنا ديار للسلطة عليها تنافسنا ولا كراسي جلد وخنار وكتبنا تاريخ نضيف وقت هما كانوا صغار وقلنا كلمتنا وما حطنا العساس والحزار ولا قمرنا لا بزنسنا لا هتكنا أراضي الجار وشدينا الحبس تهرسنا ودهنا وحملنا العار لقوتنا على الجيران لهزينا كفجار ولا عملنا اللي جد عسينا على الجوع وجونا الثوار حبسنا وخليناها للثوار يورونا الثورة العصرية وكيفاش نقدو شعار نسمعنا بلين يقولوا ما وتقولش لخريج نشهر ونعرف شكون وغل إشارة اللي فار ولا عرفنا تخفيجي ولا استعمار كثرة الأحزاب ولا عرفنا ولا فهمنا لا يمين لا يسار لا مود ولا وطلتو للعلماني من خمار ولا القوم يعرفناش يحكي لا الأخضر جنة تخضر لا تكتلنا مع الكت لا تقصلنا مع عمار ولا هيئة أهداف الثورة الحقوق جنو زار كان عملنا مؤتمر وديك جينا في مشوار ولا اتحاد ولا نقاب ولا انفلات ولا انهيار زمان اللي كنا صناديد كان قطي شد الفار والذبي صحي النعجة والمعزة معزة ولو طار خسر الثوار اللي تحشم ولا فيها الخد اللي حمار لقلمة رفعت يا سادة صفحتكم في ذب الأحبار احكوا للذر تصدقكم تاريخ كتبناه شوار واللي مكتب شي تاريخه سامحني نقول له تروتار Thank you.
هذا الحب. اقعد 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 اقعد. عيد الحب بيده مالك. دخلنا دخلة الغنية اللي يشوف تظهر ليجير، تظهر ماركة جو ليجير، الكلام ساندي هي في نوع الشعبي تقريبا كما الغنية الشعبية الجزائرية، الريتم تاعها وكل شيء، ولكن هي أغنية هادفة معناها تظهر تشطح بطبيعة هادفة، لأنه توا كما تلاحظ فما تخمة متاع أحزاب سياسية، فهمني؟ دونك حبيت نوجه الأغنية هذه. وبالمناسبة نحب نحيي الشاعر فؤاد الحمدي على الكلام الجميل هذا. وش قال بربي اعطيني خاطر بالموسيقى والجو وشتيح ما تفهمش، خل ركزوا معاك. هي جات بعد الانتخابات نتاع 23 اكتوبر. أي. والزمان اللي كنا ثوار رجال حرار، نخاف الثلج ولا النار، لحنينا الروس ونكسنا ولابسنا يدينا القهار، وللحسنا صبابة لعفسنا ولا بعنا مرة لسمسار، مشينا على الحصحاصح منا ونقينا شوك ومسمار، ولا رقدنا لحظة ولا نعسنا ولا غفلنا ليل ولا نهار. ونمشي بيك نقول وكتبنا تاريخ نظيف وقت الهم كانوا صغار، وقلنا كلمتنا وما خفنا ولا عساس ولا حزار، ولا قمرنا ولا بزنسنا ولا هتكنا أعراض الجار، وشدينا الحبس تهرسنا وتهنا وحملنا العار، لقودنا على الجيران لهزينا كفوف جهار، لعملنا لجان اليقظة لعسينا على الجوار، ونجونا الثوار حبسنا وخليناها للثوار، يورونا الثورة العصرية وكيفاش نقدوا شعار، لسمعنا بلينين وماو تقولش لقليناش نهار، ولا عرفنا قثار الثير ولا الدغباجي ولا استعمار، كثرة الأحزاب ولا عرفنا ولا فهمنا يمين ولا يسار، ولا مود ولا وطد ولا العلماني من خمار، ولا القوم عرفناه اش يحكي، ولا الأخضر جنة خضار، لا تكتلنا مع التكتل لا اعتصمنا مع عمار، ولا هيئة أهداف الثورة ولا الحقوق جانا وزار، قالوا عملنا مؤتمر وديجاجينا في مشوار، ولا اتحاد ولا نقابة ولا انفلات ولا انهيار. زمان اللي كنا صناديد كان القط يشد الفار، والذيب صحة النعجة والمعزة معزة ولو طار، خسار الثوار لا تحشم ولا فيها الخد اللي حمار، القلامة رفعت يا سادة وصفحتكم بيضة بالحبار، احكوا للذرة تصدقكم تاريخ اكتبناه شعار، واللي ما كتبش تاريخه سمحني نقول له تروتار. منير تحية للشاعر فؤاد الحمدي. ذي شكون انت معناها لشكون بعثتها الغنية؟ والله يا بعثها لل للناس اللي شو نقول انا، كان يقول الشاعر يقول من كان الغناء بالحبس منه غنى، وتوكي ولا بالماندا بطلنا، وليت النضال بالفلوس، ولا شركات واحزاب داخل كبه خارجه قيام وتخمه 130 ولا قداش، ان هل النضال ولا بالفلوس. انا موجه الاغنيه هذه للناس هذوما اللي اشباه المناضلين، وهل اللاموذة نتاع النضال اللي خرجت جديد. هو توا حكيت عن النضال، خلنا نزيد، انت زاد من الفنانين القلال اللي قعد ملتزم وكمل حارب على انه يكون ملتزم، لانه اليوم مش سهل انك تتشهر وانك عندك صوت منير الترودي، وما تمشيش مثلا تلقى روحك تغني في الكباريات والعروس، خلنا نحكيو وفي العروسات وفك الجو هذاك وتتشرى وتتعمل، واللي انت من الاول ومن قبل الثوره كنت تتكلم وتتقول معناها هو من وقت بورقيبة معناها. من وقت بورقيبة بتاع هو موقف، هو موقف. أنا راهو أنا نحترم الناس اللي هو مش في ثنيتي، معناها خدموا كباريات ولا خدموا رستورونات ولا خدموا العروسات، وهذا مورد رزق ذاك، علاش خاطر بلادنا لغالب معناها الفن ماهوش مقنن وماهوش ما عندوش ناس تدافع عليه. ولكن أنا بالنسبة لي أنا المشروع الفني هو مشروع ثقافي حضاري بالأساس، ماهوش دبر راسك. كان نحب ندبر راسي نمشي نبيع الفريب ولا نبيع حاجة أخرى ولا نبيع الكراهب ولا ما نعرفش نعمل ولا تسمسر بالفن زي. ولا نسمسر. تبقى بالنسبة لي أنا المشروع الفنان هو مشروع ثقافي، هي رسالة، هي مسؤولية تجاه المجتمع وتجاه البلاد. معناها إذا كان أنا من معناها نعتبر روحي من الطبقة اللي متيسرة ليه، معناها متنورة شوية شوية ثقافة، معناها يفتنوا بالعوج كيف نقول فيها، ونحسسه نفط بالزور وفي قلبي نجوز اختر، ينبه إذا شاف الجور وما يخليش الكذبة تمر، في الصبح نغني شحرور وفي الليل نولي القمر، والناس اللي يحبوا الشر أنا اللي نقول لهم لا. منير أنت تولدت في عائلة فنية، أختك مغنية، أخوك مغني، بصراحة بوك
وأمك فرحانين بالحكاية هذه. بابا كان الله يرحمه بابا عانى مني عانى مني برشا معناها، ولكن هو كان فخور معناها، كان يوريني زوز تصاور التصويره اللي هو متغشش عليا، وكيراني نغني يفرح، كيراني نغني يفرح الشيخ خلا هذاك هذاك ولدي هذاك معناها هيك تشهرت، هيك تشهرت ولا الشيخ بالحكايه. ما كنت قبل كان يعمل فيا، يراني نجي ماشي نغني العشيه، عندي كنت عندي فرقه اسمها فرقه التحدي، وكنت انا صغير بالكل معناها، كنت نغني في أغاني ملتزمة وثورية، مش ملتزمة معناها ثورية متاع باس يعني. يجيني قبل وانا حضرت روحي ولبست هندمت روحي صيية، ويقول لي ايه شكارة الحشيش وتمشي تحش الحشيش للعلوش، معناها يعمل فيه زي ما قالي حاجة بشي صحيح. مرة ظهر لي في ألاج دو تروازون ولا أكثر شوية، اسمه ذي اسمه منير ذي، باش تفهم وش معناها العبد ذي. عمرك 3 سنين سكروا عليك الباب باش ما تخرجش، احفرت تحت الباب نتاع جنينه وخرجت، وجنينه وخرجت اي حفرت اي وقتها هو لوجوا فيا جماعه اي يلوجوا فيا قايس خلوني تحفرت بالمطرقه رشكلو عندنا مطرقه رشكلو، حفرت في الواحد وهما يلوجوا قايل الناس الكل يسخروني ارنب ولا مغني لوس اي ليه معناها كنت شيطان برشا، معناها كنت معناها انا فون اجيتي برشا وعندي برشا انرجي فيت. كنا نلعبوا كنت عم برشا عارك منير، كنا عم ياسر عارك، كنت نسمع بواحد مثلا هكا زعما حاس بروحه باندي نمشي نتعارك معاه، نقول له نتعاركوا باش نغلبوا مش ما يطلعش واحد يغلبني. معنا انا نتذكرك بريود تعمل ليزار مارسيو تترينا لايكيدو وتطلع من تونس حتى الجديد على ساقيك. كنت نروح اي كنت نخدم في المسرح البلدي ومع سي الفاضل الجزيري نحييه، وبعد ما نكمل مصليل نبدل حوايجي نحيوك المكياج واللي كوستيم تاع العرض ونجوم وقتها كان عندنا، ونلبس البرودكان تاعي والجين وشد ثنيه ديقة 20 كيلومتر، روح الأربعة الصباح للدار وغدوة كيف كيف ترينا في الشجر ودرا شنو ترينا برشا. كنت ترينا وحدي معناها كنت معناها أنا غوابي، كنت غوابي ياسر، كنت اسمه لا يرحمه صغير ولاد أحمد يقول لي رجل الغاب، أنت يهزونا للحمامات ويعطيونا ديار ويعطيونا شنابر باهي كل شيء، انا لا انا نخير للقيتون كالعادة نصبه في جنينة. لكن ما حس نحسك ما تطورتش برشا في الأمور هذه، تو عايش غوابي ومربي ذيوبه. اي هو ان فيت هو بروجي مع اداره الغابات نتاع سوسه، وعندنا في شط مريم المنبت نتاع شط مريم. اي مربي ذيوبه في دارك، مربي ذيوبه في داري. بعد ساعات ناس تربي قطاطس وتخاف انت مربي ذيوبه. هو سيفري فما مشكله واشكاليه كبيره برشا، واحنا مع جمعيه فنون بلا حدود ومع بالاتفاقيه مع اداره الغابات قاعد نفك في الذيوبه للبراكوني، معناها الناس اللي يبيعوا في الطريق يبيعوا في الذيوبه، فك في الذيوبه للذيوبه اي للسراق واللي حاشاك يسكروا بهم يسكروا الذيب اي تا فما معناها الناس يسكروا بالذيوبه وياخذوا كلهم البويه يبخبخوا بها ولا شنيه حاسيلو، معناها لافان تهلكت من البراكوناج والناس كل يبيعوا في الثعالب في اللي فينك في النسوره ساعه ساعه تلقاه واحد بنسر هذاك كل معناها ساعه ساعه في الكيس تلقى واحد ضم بويه هكا اي هذوك اللي شادين معناها ساعات نعملوا عليهم دي سي زي معناها مع الحرس الوطني مشكور تهبط معاهم اي نهبط معاهم نعملوا دي سي زي نفكوا لهم نربيهم انا عن معناها بيدجي عامل بيدجي. شو اسمه من الذيوبه نتاعك؟ تقوليش لطفي لا مع الذيوبه معناها اليتا سوفاج يقعدوا يتربوا سوفاج يقعدوا سوفاج ما يترباش كي الكلب بقعد تقوم ممشي لا ما يترباش الذيب يقعد سوفاج وعنده الانستان هذاك هوزمون كو هو عنده الانستان سوفاج يقعد معاه سينو راه ولا كيما الكلب داير الكلب هو يسو من الذيب اصله ذيب والذيب مهم برشا في التوازن البيولوجي معناها من الحاجات اللي مثلا الذيب هو ينجم يسلل لي زونتيلوب ولا الارانب ولا حاجه معناها ينجم يعمل توازن ثم مسؤول على زرعان الهندي في الجبل شنو يزرع الهندي في الجبل الذيب يزرع أي. في الهندي اي لانه اي والثعلب يزرع في الكربوس كيفاش كيفاش منير تتحرى تتبرفش السياره الذيب الوحيد اللي ياكل الهندي ويطلع للجبل خاطر يعمل التانيير نتاعو في الجبل دونك يمشي ومن اللي ديشي اللي سايبهم الذيب يزق من بعد اي فما الذريعه نتاع الهندي اي ما خاطر هذيك ما تحلش فوالا دونك الغديكا يتزرع على الهندي والهندي يسير معناها
أنه يعطي يثبت الجبل. لا لا يعطي الماء للحيوانات اللي موجودين الغديكة وما يلقاوش ماء في أوقات الشدة وفقات الحر. ربي ريتك يأكلوا الهندي الظرف الهندي باش تبدأ عندهم دي بروفيزيون نتاع الماء السوائل. هذه تري معناها لازم يعرفوها كان عبيد يعرفوا منير. مرة في دارك فما طيارة إسرائيلية طاحت حب يحتفل فرح حطيت موسيك وشعلت قصدرية في بيتك. حطيت القصدرية و... وعندي ديجي والله ودي يدعيت كالزندياني هكا فرحة شخنا يا حسن وشوية بركة وشوية بركة لشعلت الدار خاطر القصدرية نسيتها اللي هي بلاستيك دونك سرحت والنار شعلت وشعلت في الزربية حصيله وشوية مشينا فيها. فما حكاية قبل من نعود وندخلوا في الجد والدنيا يزمك تحكي لي بصراحة كيفاش عديت الجيش؟ وعاد بك حكاية أخرى عاد جيش مغامرات كل يوم فما مغامرة أنا. كيفاش؟ الجيش شدوني بكمانجتي. ها؟ شدوني بكمانجتي بالكمانجتي كمانجاتي بتاع الكازرنة والكمانجات بتاع الكازرنة معنا لا عاد لنعس لا عاد وحتى كان نعمل مشاكل منهم مرة شيء وشدوني بشي يهزوني البيامات للحبس قلت له أنا ما نشدش الحبس يا ولدي راه واش بيك أنا ما نشدش أنت وعاصب روحك ودر شنو قلت له أنا حاسب روحي أنا هكاك وضرب التليفون ألو جاء القرايدي نتاعو قال له ترودي الغادي قال له هاني باش ننزل الحبس شنو عديهولي أي قال لي جيب كمانجتك وهاني في البوست 2 ريت قلت له خويا يشتي علاش معناها نخدم كمانجيتي انا خويا لشكون للجنود الجماعه وانا شيخ وكاو حياتي فنان هما يعسوا انت تطرف يا ولدي انا في كمانجه العس لا شيء عس انتوما مش تبعتني الحكايه والله انا انا قديمه برشا زاد الحكايه وقت الرفلوات كوتشيفال كيفك وقتها والدنيا وقلقت قلت خلنا نطلع الجربه نمشي سيف ما فما شيء وما عنديش باش نصيف انا زوالي انا عملت دونسور انا وقت قلت خلنا نطلع الجربه خذيت اللواش تحتي حكايه 17000 قد ايه والله مذكر كان فما مراد ذكرني ربي يفضلها في ثنيه نتاع جربه مت بالشر ما عنديش فلوس خلي وقفار وقتها مت بالشر في ثنيه وقفت اللي وقفنا في اللواش مدت لي طرف خبز معاها وزيتون نحب نقولها تحيه خاصه ليك والله ما احلاها المراه الفلاحه هي تو نذكرها ما بدنا وكلتني معاها تك 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 ميه. انا وصلت قدامك البارير باش تهز بتاع جربة هذيك وطلع لك الزيتون طلعني ليه والرافل رافل ما بنو شمتونا يجي 40 واحد طلعك الكبران شيف يعمل لك كي عجبته كان انا بكتشوفال وقتها تعرف شنو قالوا انت تهبط انت تهبط انت قالي باش تقعد معنا رصات لك رصات لي بيت في جزرنة مدنين هزونا نذكر جزرنة جزر ومن غدوة الصباح خويا أذالي نذكر كنا في كلاسن ايه عديوكم على الواحد اهبط نحي حقعد في كالسون الفحص راهو كل اللي رسمع كلها ليلتها تقصدر كي واحد كلها في كلاسن لطفين مع بعضنا كي عرفت اكل كلاسن بالمكاتب عرفتهم عندكم كل هكا استر ربي لبيض اي وتعدينا وصلنا للطبيب وانا قلت مروح ليه مانيش في نعدي مليتين الطبيب عاد تولي تعدي للطبيب الفحص ورا فيهم والله قسما عظما ايماج قعدتني في مخي اللي يكملوا الطبيب قالوا سايب باش تعدي ميليتيرك يخرج يخرج يطلع في الماجيروس يمدوا له الكومبا نتاعو الكومبا في القاعه يلبس في الشارع هكاك واللي ما يحبش يلبس ترى فيه بوف 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 وساعه ساعه البرتقال يطلع هكا 45 ولا حاجه يا البرتقال تدخل فيه البرتقال كله هز انت وزهرك انت وزهرك يا اخي وصلت قدام الطبيب قدامي صرفق واحد اللي مع الطبيب هو صرفق قال له درا شنو قال له انا باش نعرس ومعناه كذار يكذب طاف صرفاق وعديوه يا ودي نرعش قال لي وانت شنية معناها شنية حكايتك شنية كذبتك قلت له قاطليق قال له مريض وعندي الكلاوي كله عرس كل حكايهم صرفاق قتلوه قلت ذيه وراه جرح هكا لو شيء قلت له خويا انا لاباس عليا جن اذك قلت له جن ارقدك تشوف ها ولا بدومينو قلت له لكن بسيكولوجيكمون مانيش حاضر قلت له راني مانيش حاضر قلت له والله باش تعديني قلت له يا طبيب شوف فيا هك بديت بسمني فهمت اللعبه تحلت قلت له انا باش دوب ما تعديني باش ناكل اربع ترايح توا ظاهر باش ناكل ترايح قلت له باش نوصل قزر ناكل ترايح واول شطاير باش ناخذها اللي ضربوني الكل باش نعطيهم الي ميلي والله والله غزر لي عمل لي كيت بس كتب لي ورقه قال لي برا روح اي كهو والله
محليك الفريق الحسن الحسن. ومرة عندي رنديفو مع صاحبتي عرفتك التبزنيسات الصعاب تاع عام 90 بالبهيرة فيل فيل بالسيكلاما وبالبهيرة فيل أونفا رنديفو نهار السبت حطيت لحتى الدنيا واحد يا خويا وطلعوني في الماجيروس هابتين بيا الوردية عرفت الجزرنا هكا ونعمل لكاية وتذكر قلت باش نعدي عام انا وتذكر صاحبتي كالتبسيمة نتاعها وكالعينين يا عيد الحب والله نقزت من الماجيروس يا راهو نقزت من الماجيروس كي الغزال عملت بوف كي وقطعت تحية لصديقته نتاع كل عام يا حسرة شنو انا تحب نحكي لك على صديقتك نتاع كل عام صديقاتك شنو هي مشكل خويا سان فالونتان توات نبوسكم كلكم سان فالونتونيت نتاعك كانوا يا خويا واحد يعيش حياته منير منير لا تقل الى المغني غني لكن خويا سان فالونتان اهدينا للمراه نتاعك والحب عباد اللي حبوك وحبيتهم نهدي لها غنيه يا خويا صاحبي يا نسيم الورد خبر لي الرشا لم يزدني الورد إلا عطش لحبيب حبه وسط الحاشا لو يشاء يمشي على خدي مشى إن يشاء شئت وإن شئت أشاء إن يشاء شئت وإن شئت أشاء معلم صح والله معلم حب صافي كي حكينا على الحب صافي مرتك بيانيست فنانة كيفك؟ إيه؟ كيفاش تنجم تعيش وزوز فنانين وهي كيفاش تنجم تعيش مع مهبول كيفك؟ هي صعيبة هي صعيبة الحق معناها هي صعيبة ولا تعبش تعيش معاك أنت صعيبة؟ لا أنا معناها سهلة المسألة ولكن حياة مع فنان معناها ماهيش سهلة فما لي فواياج فما كل حد في بر ساعات نبدأ في باريس ساعات نبدأ هوني معناها بين باريس بين هوني بين العالم جمعة جاية في الهند الجمعة اللي بعدها في انجلتير بعد معناها برسمي ريتموية صعيبة العباد يسخيلوا كي يشوفوا الفنانة كيك يسخيلوا شيخ لا مش سهل ويسافر وعامل جو مش سهل أنا مثلا حياتي عندي أكثر من لبسة وأكثر من أكثر من فليجة في الدار معناها نمشي ناخو فليجة نرجع نلقى فليجة أخرى تستنى فيه باش نمشي في بلاد أخرى بعد ساعات نتقابلوا بوغ اون جورني بركة شنو السر في الحكاية هذه وقت؟ حب كله حب للفن ولل لا لا السر يكوبل كيف أنك كيكا ينجح ما ينصد با ديما عندنا هكا كيما يقولوا فيها نتقابلوا في المطار لا نتقابلوا في اوقات وعنا دي مش دي سيباراسيون هما لكن ساعات كل واحد في جهه نتوحشوا بعضنا كي نراو بعضنا نحبوا بعضنا ديما سهل فنان ياخو فنانه ولا فنانه تاخو فنان زو دو 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 ارتيست مع بعض لا اللي بوسيبل ما لكن ماهيش مساله سهله برشا لان احنا بيدنا بطبيعتنا ماناش ناس عاديين أنا نمنو بالوضعية هذه مثلاً كي تجي تشوف زوز شهارة ما نجموش كل واحد يعيش في بر معناها صعيبة تصير مشاكل تصير خلافات ولا كي يبدأ فنان ولا فنانة تحس بيك وأنا نحس بها معناها متفاهمة معاها وكي تبدأ تخدم نبدأ خديمها أنا مثلاً نطيب لها القهوة نتلهى بها قهوة ولا عجبتني انت قلت كلمه قويه ممكن الشباب توا تعدلهم كيكه
قلت انا خديمها وقلتها بكل حب بكل حب بتبيع الراجل الرجال جنرال مو ما يحبوش يقولوا ليه لا ما فهموا حتى شيء اذا كان ما عرفوش اللي الام ذي الذي هي نصف المجتمع ولا يديها يتربى النصف الاخر والمراه هي امي وهي اختي وهي مرتي وهي بنتي وهي هي المجتمع بكله معناها المراه والهالكائن الرهيب فما شكونيه فما شكون باش يقرا قراءه يقول لك ظلنا واحد الراجل تعدى يقول لك ليه بالعكس مرتي. بالعكس معناها أنا شرف لي أني نخدم زوجتي وأني نحظيها وأنها كي تتوجع نقعد عند راسها وكي تشتهي حاجة نعطيها لها بالعكس ما شكون باش تلقى باش تلقى حد آخر أحلى كادو بتاع سان فالونتان هاي والله والله قاعد نكتشف ورا منير المخربق اللي نعرفه مقربع فما هذا وهذا انا وياك تعاركنا اربع على خمسه مرات عارك عارك وصلنا ممكن عارك تعاركنا هي ما اصحاب ديما معناها اصحاب لا تعاركنا وقعدنا اصحاب معناها نقعد نشوف في انسان ما هو انسان يتطور يا اخي مش يقعد صغير وكنا صغار كنا عندك الحميه هكا وزعمة بيت. ولكن بعد تفهم اللي هو الانرجي دي تمشي في حاجه منفعه خير من تمشي في حاجه خايبه قلت لي قاعد ما انت فيك باش تغني لي غنيه نحب هنا ويحبها الجمهور خذيت وقتها شيمنا فيها خذيت وقتها دخلت للتاريخ وما ويزم العوادة معايا ايه ما غير عوادة طيب انا طبال طيب انا حسبني الطبال معاك ايه طيب قولوها بشوي وتغنيوا معايا بيه ايه بليش لفن لك الموال لحد شيرة ليه عاد بليش موال مش تصلح عاد سيبني عاد خذيت حظها عاد ملا موال امشي لي موال عندي سكوب للعباد سي منير الترودي باش تغني مع بول ماكارتني اي ان شاء الله هذايا في ان شاء الله باش يكون هذايا ريت صاحبك ايش قال لك ان شاء الله هذايا باش يكون عرض في انجلترا في لندرا نهار 28 مارس المقبل ومعايا باش يكون زاد دايماً البارن اللي هو سام بوب ستار أنجلي معروف واللي أنا قمت بجولة معاهم على أوركستر سيريان قمنا بجولة شملت عديد المدن كما معناها عملنا غلاستون بيغي اللي فيه 300 ألف متفرج عملنا الدنمارك زي ده من أكبر اللي فيستيفال اللي في العالم معناها عملنا تركيا عملنا هولندا وعملنا لو تياتر رويال دو لندن زاد والحمد لله باهي منير باش تغني لنا وترجع خاطر محلاك يتغني بالجوله يعيشك شكرا يعيشك
صار صوتي شايب خبيت حتى صار مخزن صدري ريت صبح فيه الناس جملة حبايب ريت العشية دمع سايل يجري الليلة ما تصير في عجاي الشمس وانتي غايبة ما تدري والليلة ما تصير في عجاي يا شمس وانتي غايبة ما تدري مرسي منير مرسي منير شكرا طيب استعداوا معاك للجو اش عندك فيه جو اش عندك فيه وين الكاميرا جو اش عندك فيه هاي الكاميرا جو اش عندك فيه اش عندك فيه تنفسروا لكم بقى اش عندك فيه تنفسروا لكم بقى اش عندك في الحكي كيف يروح منير توا خل نفهمك اللعبه كيفاش عندك فيه عندنا سنادق هنا فيهم حاجات غريبه به تعرفش معناها حاجات غريبة فيهم دي زوبجيه ما تعرفش عليه صباط فيه مطرقة فيه صحفة لبلابي ما نعرفوش شنو هي الحكاية فيه اللعبة مثلا يا سعيد مثلا كل واحد منا باش مثلا يمشي للجمهور جمهور يقول له اختار صندوق واحد ولا اثنين ولا ثلاثة باش تختار صندوق من غير ما توريه لي تحط هنا صندوق وتقول لي وعندك لو شوا يا تقول لي بالحق توصف لي لوبجي اللي خرجته أنا وضميري ويا نقولك بالغلط وشكون يعرف اللي صاحبه قاعد يكذب ولا انت ياكل عينينك ذهك الجيدين هذوك نتاع التنوميس هذوك شكون الناس حتى انت صاحبي عينيك كاين نتاع الذيوبه اللي تربي فيهم مربي ذيب تونسي يا ذيب باهي نبداو شكون يبدا الاولاني انا اللي يبدا الاولاني يقعد سيموني راي نمرو أربعة نمرو أربعة ولا هذاك نفس مومنا خلينا ناخذوا له بخط شكون نمرو أربعة؟ أربعة أربعة باهي سيدي أيا منير ركز معايا من نوبة هذا نمرو أربعة باهي نوصف لك لوبجي اللي عندي واضحة كرة متاع باسكيت عاملة تقريتا إيه كرة متاع باسكيت عاملة تقريتا و سيجارو ويشي مشكلة تتكيف راسها ويجع فيها عامل التقريطة متاع مماتي و سيجارو صحيح ياس هذي كي منملك أنا ومصدق مثبت روحك مصدقك يا ولد انا نحب اللي قد ذي التكنيسيان ولا الديكوراتور فاش يخمم نارتها هي هكاي هي هكاي يا راف فهمتني في الليل عملت سيجار ومتقرت راسها والدنيا تي الصحة باه تفضل سيمونير اي قوم امشي جيب نمشي نجيب اي بر اقوى واحد اقوى واحد اللي قال سبعة يم 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 أقرأ واحد ذا اللي تقريتا وكالسيجار وفي راسك ذوق ستة قال لك سبعة منير يا منير تلفتوش قولوش مراش أنا متراش لطف على أخوي تكذب الراجل اللي قد هذا يعرف يقد بالقداء يقد هذا يعرف يقد بالقداء حجرة منقوشة عليها حب حجرة منقوشة عليها حب شنو عليها حب مكتوب عليها حب حب مشكلة شو قلت لي قدها بالقداء وبعد عليها حب حجرة اي حجرة شنو هي لونها شنو لونها زرقة شنية لونة حجرة زرقة اي حجرة رخامة رخامة زرقة
معناها مكتوب عليها حب وقدها راجل. اي قدها راجل قدها راجل. قداش كبرها صاحبك الراجل؟ الكبرى ذيك تحضر وتغيب الكبرى. عباد معناها قداش؟ قد التفاحة، قد الرمانة، قد البنانة، قداش؟ قد يديك الزوز، معناها كي تجمع يديك الزوز هكا. اي يدي الزوز هكا كي نكبرهم كي شنو. لا لا عاد ما تمشيش انت الغادي. بيد واحدة بيد واحدة ليه؟ لا لا بيد واحدة ليه هكا محسوب. تكذب منير. نكذب؟ تكذب. لا عيب عليك تقول لي اكبر منك تقول لي تكذب. عيب عليك. نكذب. طلعني كذاب. سي سي هاي سي هذه اسقط من الحجرة. ملاوي بالمعدنوس. وفيها وردة. الله يالك من عملها تو فما ملاوي بالمعدنوس تو. وفيها وردة بلاستيك. وجايبها لي تو. شو عيد الحب هذاك كيفاش يرى فيه اللي قد. ريته. تصوروا واحد يهزل مرته هذيك الليلة. ها؟ ممكن مرته تحب الملاوي المعدنوس سبحان الله. يغجمها بملاوي. باهي اي انا تو. وين الرجع؟ لا مش دو زيرو مش دو زيرو انا 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 خليها هذه هي ترجعها رجعها هي ثمانية فما واحد قال ثمانية بربي بربي صرفكوا كل يقول ثمانية ولا ثمانية قبيل واحد 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 ثمانية ثمانية اذكروا موتكم بخير يا ولدي شنو ثمانية يتحمل يتحمل مسؤوليته وانا ما عندي انا ما نفهم شيء في الكل وتجبد في العبيد الواش اخويا ثمانية تو فما واحد تو فما واحد تو هكا بعقله يجبد ثمانية معناها معناها أربعة وأربعة برشا معناها معناها ليه ليه معناها اثنين واثنين 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 يا رسول الله تو هذا نومرو تو هذا بسكل تريحة راك تو هذا نومرو بي استنى عاد تو فما الواحد محليه ريت الواحد محليه يس يعمل والمنشور واثنين شو محليه اثنين بيين اثنين ولا هدي ما الثلاثة بيه سبع هدي خليني بسترب اما ثمانية كي عمل هكا وداخل منا وخارج منا ومدور هكا وعمل شنو هذي ثمانية تحكي على الكورة انتي تحكي على الكورة مخي بو ثمانية اخويا الله لا يوريه المؤمن الله لا يوريكم ثمانية الله لا يوريكم أربعة وأربعة الله لا يوريكم ستة واثنين الله لا يوريكم واحد وواحد 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 يا سيتشي خنكملوا الواحد كن رياضي يا خويا كن رياضي عاد انت كن رياضي انت واقبل خنكملك خنكملك شنو نقبل انا اسمعني لكن تبقى كيب كبيرة تحية بالرغم أنا راه مانيش تحية لتشيلسي باهي صاحبي أولو لو لا والله مذبع علي اللي والله مش نورمال اللي كيف لي تخدم معايا ولا باهي سي منير سيدي خويا يقول لك حتى حد تفضل باهي سي منير فيقة محترمة كرافتي هاي فيقة بكل نقاقز كلي هكا هاي الزمنية ذيك القديمة الزمنية برررر صحيت كرافتي هاي كرافات هاي وش لاغمها وش لاغم كل مبرومين السيد هذي اللي عملها قديش قاعد يفكر فيها والله يا نار قوي ياسر هذي صحيح ولا غلط فيقة كرافتي وبش لاغمها بيزار تحب تسألني أي تفاصيل؟ أخزر لي في عيني اسألني تحب تسألني كما سألتك كان قبيل هل الكرافات ملموسة؟ شنو كرافات ملموسة؟ هل لها رائحة؟ الكرافات نش تكون فيها ريحة كان اللي كان لابسها ما دوش الكرافات فيها ريحة الكرافات قال فيها؟ فيها الريحة ورسمون الكرافات فيها ريحة مش حاجة أخرى أما باش لغمها فيها الريحة ما عندها شليحة وترن معناها وترن فيها الريحة وترن ياك كرم ياك كرم بيخلص عليا من هنا والله لا تحسبها شيران ولاد صغار راهو
ايا كان قول كلام زايد قولوا خدام داركم على سيدي. لا ما قلت حتى شيء، ما قلت حتى شيء. زعما بالله يا هكا فنان واحد بيت كرافات بالريحه ومنقالة ترن. انت قلت اخي فما منقالة يا ولادي ترن، فما منقالة ميته ما ترنش. ما ترنش اخزلي في انا باي. فما منقالة باش لغمها وترن. منقالة 7 نوفمبر ولا منقالة شنو ساعة؟ لا لا منقالة متاع كي تبدا قاعد في الدار ذيكك اللي عند مماتك تفيقك منه. مش كيما منقالة 7 نوفمبر. لا منقالة فما 7 نوفمبر ما ترمنش. منقالة 7 نوفمبر كانت متجهة تجاهي وانا بارد كي ديسمبر لمثبت فيها ولا لاهي. حزين كزير مريض مهمبر في شارع برقيبة الزاهي. مغرب وقت الله أكبر ما ثماشي سمع الغادي. عادي هاو كثمة وتيل الباهي. باهي عاود رجع لك الوصف نتاع المنقالة. وصفها لي بابا. منقالة لابسة كرافات وبشلاغم هكا هذي شلاغم وزايد هذي خاطر شلاغم مش في السبر المناكل. شلاغم نتاع فحولة خاطر المناكل ما عندهمش شلاغم. عندك سؤال آخر؟ لا ما عندي سؤال سيدي القاضي. انت ظاهر لي تحب تبرولي ام انت حقيقي وانت عندك الحق وظاهر لي عندك منقالة ترن بالكرافات وبالريحه. اي نعم اي نعم صحيح. تصفيق علي يا اخويا. الله الله منير بنسبة عيد الحب نهدي لك منقالة ترن. المنقالة مش لغمة وترن وفيها الريحة. الله الله ربي يعطيك. هذه اللي انا ما هذه يا خويا اللي انا شكرا. صوروني لك راهي ترن صباح وليل. هذه الله الله شكرا. اخر صندوق عندك انت صاحبي. شو الاخرى متحمسة تلفة تلفة تلفة. عاد منير هيا قلب يوفى البرنامج هيا ثلاثة فرحة الأخرى والله أخي شو مسكينة. ما من إذا بالسكر ولا على أعصاب أعصابها قلت له ثلاثة ثلاثة هواس ثلاثة هواس. نحي المنقالة حطها في بلاصة أخرى وباش ناخذها من بعد. خذها خذها المنقالة خاطر ما عنديش فياق ديما قنبق. تكذب. نكذب أه. أنا نحب نودك بكف ولا بونيا. شنو تحكي على الحكاية ولا أي ولا بونيا. خرج خرج من الصندوق ساعة خلي العباد يشوفوا الحكاية. من الصندوق. حط على الطاولة. هذه حط على الطاولة بجنب الصندوق هذا حسب الريجي. أيوا حسب الريجي. هذه بونيا. شنو يا بونيا؟ انت تحب تضربني؟ اي انا نحب نعطيك بونيا. استنى استنى. اما البونيا ذي استنى استنى اكثر. اسال انت كمونير تحب تعطيني بونيا وكف لا لا ولا لا لا لا. ولا صندوق فاس صندوق. نديلك بونيا. تحب تهدي لي بونيا؟ شنو مشكل؟ منير ما نخوك وجبتك ايميسيون وحكيت عليك بالكدا. هي يد لا محالة يد. اما ذي يد بشعرها. يدك؟ لا يد ترى شكون جاب؟ بشعرها. يد شكون؟ يد شكون؟ يدو. مش درجة اللي جابها. تاع اللي جابها. والله اسمع اسمع اسمع. ما نجمش نقبل كادو الا ما نعرف يدك ولا يدو. لا بتاعه. ما عنديش انا. ها هي يدي. ملا يد القناة. يد القناة. هذه يد حمراء. اليد الحمراء. بشعرها. شنو يد بشعر كيما يدي هكا بشعر من هنا؟ هي يد حمراء بالشعر. ونزيدك زيادة. وريك زليونات. إلا. يد يد بالشعر ومتنكرة معناها. إي. على يد بالشعر و وريت قال اللونات كبيره ولا صغيره متوسطه سا ديبون معناها تاع راجل ولا تاع امراه هذيا يلبسوها زوز رجال ونساء
تتلبس يد ولا تلبس؟ تتلبس لبسين هي يد ما تتلبس لبسين. وساعات واحد يلبسوها له باهي. قداش من صباع فيها؟ لا السوابع ما فماش هذيا. ايش سوابع هذيا؟ فيها كريزم بونيا معناها. بونيا ماني حبيت لك على بونيا انا. زوز كريزم هذيا. هاو الصباع اخويا. ما تكذبش المرة ذي بربي. وتصفيقة حارة على العبدلي مخشنو يا اخويا. تبارك الله يا حاف. هيا اخويا. ها يد بتاع يد نتاع ريت ملاكمة حيت. ها يد طلع. هاي شد اليد. بارك الله فيك. بعيد الحب شوش هداولي تروفي. بعيد الحب هدينا له يد. مدير خويا ميرسي بوكو اللي عملنا معاك جو تحفون. ميرسي منير تقعد صاحبنا اخونا جرون جرون تارتيست. يعيشك. شكرا للجمهور. وهذه زاد كنت تحب اليد ذي راهو احسبها يدك انت. لا يدك انت هذي يدك انت. لا لا تاعك باهي. بربي فصل ثم نعود ديما. أيوه. نقول هنا ابو ذا الروح وفصل. أيوه. ثم نعود ولا بتفضلك هذيك باش موال بموال فصل بربي. ثم نعود حاجه هكا بالغني. اي عاد هديت لك منقاله ترن يمشي ساعه بالميكرو. بالميكرو اي بالميكرو. فاصل ثم نعود. داي فاصل ثم نعود مع منير. منير على المطعون الله نعود فاصل ثم نعود نعود